صباح الخيرات من جديد، وصلنا وإياكم إلى محطتنا الأخيرة وحديثنا الحالي حديث مهم جدا واجتماعي ووطني وديني، ويمكن يعني أن تجتمع كل المجالات في هذا الحديث عندما نتحدث عن تشاركية الهموم والمصائب لدى قوم أو لدى مجموعة من الناس. كيف تكون هذه التشاركية بالمشاعر بالهموم بالمصائب، أثرها على ممن هم يعني يقع عليهم المصيبة أو الهم، وكيف يمكن أن نعلق على فئة الناس التي تعود إلى حياتها الطبيعية وكأن شيئا لم يحدث في حالنا الفلسطيني. والإشكالية الأكبر هي أيضا إظهار هذا النوع من الحياة الطبيعية وإظهار ممارسة الحياة الطبيعية وكأنه نوع من يعني النوع من التفاخر في العيش بهذه الصورة أو بهذا الحال. هذه تفاصيل بالتأكيد حاضرة ويانا مع ضيفتنا في استوديو صباح الخير دكتور إسراء دبيغ، دكتوراه في الفقه وأصوله والداعية الإسلامية. أهلا وسهلا فيك دكتورة ويسعد صباحك. الله يبارك فيك هبة، شكرا على هذه الاستضافة. أهلا فيك. يعني دكتورة بصراحة يعني إطارنا في هذا الحديث عن قديش مهم إنه إحنا نتشارك الهم، سواء كان هم فلسطيني هم عربي هم إسلامي أو أيا كان نوع هذا الهم، لكن ماذا نقصد بتشاركية الهموم وكيف تكون تشاركية الهموم والمصائب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف الغمة، نسأل الله العظيم أن يفرج الكرب. والله يا هبة يعني إحنا نشعر بالخجل أنه نتحدث في حجم هالأحداث وهالأمور اللي بنعيشها أنه نتحدث عن إحساس ومشاعر، ولكن ممكن بسبب التراجع أو التغافل عند البعض، أو ممكن نحكي بالمعنى الأدق الهروب من الشعور في المسؤولية تجاه الآخرين اللي جعلنا أنه نجلس هذا الجلسة ونتحدث في هذا الحديث. الآن لما أنت حكيت لي كيف نتشارك الهموم والمصائب والإبتلاءات، تعرفي هبة أنه هذه الأمور الدقيقة اللي هي المصائب الهموم الإبتلاءات هي اختبار دقيق لمقياس الإيمان في القلب. يعني جينا على هذه المرحلة بالذات هي فرزت لنا مرحلة فرز بين القلوب القاسية وبين القلوب الرقيقة اللي فيها صفاء اللي فيها نقاء اللي فيها رحمة. فنجد مثلا أنه لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المؤمنين، يعني الإيمان هم كامل في توادهم. طب شو مكملات الإيمان يا رسول الله؟ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. التواد المودة اللي هي المحبة، التراحم هي الرقة الرأفة الشفقة كسرة القلب على هموم الآخرين، التعاطف هي الإعانة إني أعينهم بشتى الوسائل، الدعاء الصدقات احترام مشاعرهم. فهذه مكملات الإيمان. مكملات الإيمان من التواد والتراحم والتعاطف لا يمكن أن تفرز بالشكل الصحيح أو تظهر إلا في حجم هذه المصائب والأحوال اللي إحنا منعيشها. لذلك هبة نجد إنه قال العلماء لا يمكن لهذه المشاعر أن تستقر في نفس إنسان إلا إذا كان قلبه صافي تماما في نقاء وفي طهارة وفي خالي من الشوائب اللي هي الأنانية والكبر والتعالي أو حب الذات فقط وإنه عدم الاكتراث الآخرين. فهذه ما بتيجي إلا على هذه المشاعر، ما بتقع إلا بالقلب لا يعني لا تستقر إلا بالقلب الصافي، لا تقع إلا في الروح اللي بيكون قلبها مثلا نقي. الكلمة اللي بتأثر فيها، منظر مشهد بيأثر فيها، لما يكون مثلا أشوف منظر مثلا طفلة عمرها مثلا أيام فقدت أمها بتأثر فيها، لما أشوف طبعا مثلا منظر في هذا المطر الشديد وهذا اليوم مثلا مطر وطين، كيف أطفال بيناموا على الطين والحجارة، كيف ما بتأثر فيها هي مشاهد، تأثر فيها مشاهد أطفال فقدوا آباء فقدوا أطفالهم، وبتلاقي إنه في المستشفيات كيف مثلا بيحضنوهم بيكون يبحثوا عنهم. فهذه المشاهد اللي إذا ما أثرت في هذا القلب يكون قلب قاسي. الآن لذلك هبة قال العلماء إنه المودة والرحمة هي بتجعل المسلم مع أخيه المسلم كمثل اليد والعين. فإذا تألمت اليد
بكت العين، وإذا بكت العين مسحت دمعها اليد. فنكمل الحديث، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. سبحان الله، شوفي هون الإعجاز العلمي، شوفي هون قوة التشبيه. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه التعاطف والتعاون والتشارك مثل الجسد الواحد. الآن سبحان الله علماء الطب شو قالوا؟ أنه مجرد أنه عضو في ألم أو في خلل، مباشرة تنتقل نبضات عصبية حسية إلى المراكز الحيوية في الدماغ، فهنا بتدفع الجسم كلياته سائر الجسم إلى إيش؟ إغاثة هذا العضو المشتكى. فسبحان الله، بتمده مثلا في بالطاقة، بتمده في الأمور مثلا الحيوية، بتمده في يعني بالأكسجين، في كل شيء حتى إنها تسيطر على هذا المرض. فنجد أن قوة التشبيه دليل على أنه من لو وازم ومقتضيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى الشعور في الآخرين. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان المؤمن يسر ما يسر المؤمنين ويسوء ما يسوء المؤمنين، وإذا لم يكن كذلك لم يكن منهم. الآن بالنسبة لدين الحنيف وكيف حض على ذلك، نجد أنه مثلا في غزوة الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كيف علم الصحابة التعاطف والشعور. أحد الصحابة هو جابر بن عبد الله تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأثناء حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه الجوع الشديد، فذهب لزوجته مباشرة فقالها أنه رأيت في رسول الله خمصا شديدا، يعني جوع شديد، فهل عندك شيء؟ في شيء مقدم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهون قالت له، فهون فعلا حضروا بالموجود في هالبيت الطعام لكن كان قليل، فقالت له تحدث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عدد الصحابة كبير، وين بده مثلا؟ ما بكفي الأكل، الأكل قليل. فهون ذهب وتحدث بسرية، يعني مثل ما حكت لزوجته تحدث بسرية مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شعر بشعور الصحابة، ألف من الصحابة لكن يشعروا في الجوع، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم بده يشبع والصحابة بالجوع؟ فهون النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع سورة اللي هو الطعام، ودعاهم للطعام. طبعا لما رجع لزوجته بتعرف النساء يعني فيما معناه، حكت له: أنا مش حكيت لك إنه بينك وبين النبي الطعام لا يكفي؟ فقال إنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت مثل ما حكيت له. فهون اطمأنت، وفعلا سبحان الله كانت بسبب التعاطف وهذه المشاعر اللي هو شعر في النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم شعر بالصحابة، فسبحان الله أصبحت هناك معجزة تكثير الطعام، شبع النبي وشبع الصحابة وشبعوا جميعا. الصلاة هبة، الصلاة احنا عارفين قديش هي مهمة، ونزلت يعني في السماء، فرضت في السماء السابعة، وأهميتها، وإنه ضروري أن نصلي في السفر وفي الحضر، ولو كنا تعبانين، لو كنا مراد، لو حتى في الحرب في صلاة. لكن سبحان الله كيف الدين، وإنه علمنا نكون عنا يعني مشاعر فياضة. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحب أن يطير في الصلاة، إلا أنه لما سمع بكاء طفل في المسجد رأفة بأمه شفقة في هذا الطفل، قصر من الصلاة ولم يطل في الصلاة. فبيعلمنا دي كيف أنه إحنا بمشاعرنا أنه نكون في تعاطفنا مع الآخرين. نعم بكل تأكيد. طب دكتورة، يعني ما أهمية هذا الموضوع وأثره على من هم مصابون بالحزن أو بالهم أو بالغم؟ وبالتالي يعني بالتأكيد أهمية هذا الجانب تأتي في هذا الإطار بالأثر الذي يلمسه صاحب الهم عندما يرى مجموعة من الناس أو الكل قد تعاطف معه أو قد تشارك معه هذا الهم. أكيد. أول شيء للإنسان المتعاطف مع الآخرين، في فيها للتعاطف والتشارك والتعاون، في هنا أثر لنفسي أنا ولغير كمان. نعم. للإنسان المصاب أو المهموم، لنفسي النجاة لصاحب القلب الصادق الرقيق الصافي، النجاة في الدنيا والآخرة، في النجاة سبحان الله في الدنيا يقع في قلبه، لم يشعر في الآخر يقع في قلبه الأمن الأمان الاستقرار، في الآخرة يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسبحان الله تعالى، الله سبحانه وتعالى رفيق ويحب الرفق، ولذلك كان أبعد القلوب عن الله سبحانه وتعالى القلب القاسي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين
الجليل فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع. الأمر الثاني الأجر والثواب والحسنات الإنسان اللي بشعر في الآخرين. والله يا هبة إن الله لا يضيع أجر المحسنين، عداد حسنات. ممكن إحنا نحكيها مع كل هاي مشاعرنا اللي إحنا نشعر فيها نؤجر عليها، مع كل أنا لما أبكي لهذا المشهد أو مثلا أتأثر، مع كل أجر سبحان الله. والله كم من النساء يا هبة من شعورها في الآخرين، مثلا كان عرس بابنها وأجلت فرحتها في ابنها، صح أجلت فرحتها في ابنها مثلا لأجل مثلا احتراما لدمعة أم ما فرحت في ابنها وفقدت ابنها، احتراما لغصة قهر من فقدت بيتها، احتراما لوجع طفلة مثلا فقدت أهلها. فوالله ربنا رب العالمين لاحترام مشاعرهم رب العالمين ما بضيعها. كم من أمهات مثلا كانت حابة تفرح بميلاد ابنها، وطبعا هاي غريزة أمومة ممكن نوقفها، ولكن احتراما لمشاعرهم بعدد. كم من النساء احنا بنعرف انه كثير نساء معتادات انهن على مواقع التواصل الاجتماعي الواحدة مثلا تنزل يومياتها على الانستجرام، الطبخات الاكلات مثلا الطلعات السفريات الغير، لكن امتنعت احتراما لمشاعر الاخرين. والله رب العالمين ما لا يضيع اجرهم، وسبحان الله يعني كل ذلك نؤجر على الامر الثاني الآخرين. لما إحنا نشعر في مشاعرهم ونحترم أحزانهم ونحترم آمالهم آلامهم عفوا، فهذا الأمر بيسندهم، هذا الأمر بقويهم بيثبتهم، على الأقل نشعرهم إنه إحنا معاكم، إحنا معاكم، مش مثلا إحنا والدنيا عليكم. بالعكس يعني ما نستهين، ربما إنه كلمة ترفع معنوية، ربما إنه دعوة تغير الحال لأفضله. يا رب إن شاء الله دايما. في جانب آخر دكتورة، وهو الجانب الأخير من لقائنا وحديثنا، يعني تفضلتي وتحدثتي عن هذا الأجر وعن هذه الأهمية وعن الفئة التي فعليا هي موجودة في الواقع، والحمد لله على وجودها بكثرة والحمد لله. لكن هناك أيضا جانب مهم جدا الحديث حوله، وهو يعني لا يعتبر نوع من يعني انتقاد بصورة الانتقاد، إنما هو ملاحظة من الكثيرين تجاه الفئة التي وكأنها اعتادت هذا المشهد، أو ربما هي وصلت إلى مرحلة يعني اكتفت من هذه التشاركية أو من هذه المشاعر المتلاحمة مع أهلنا في قطاع غزة أو أهلنا في الضفة الغربية، وعادت إلى حياتها الطبيعية. وليس فقط يعني انتهى الحديث عند الحياة الطبيعية، إنما أيضا تظاهرت في هذه الحياة، فبدأت يعني بإعادة إعلان حياتها الطبيعية، ممارستها أنشطتها اليومية، مثل ما كنت عم تتحدثي عن حبهم لإظهار ممكن طلعاتهم سفرياتهم أيا كانت هذا المجال. كيف يمكن أن نعلق في هذا الجانب؟ لأنه يعني أنا باعتقادي الشخصي أعتبره أمر يعني خطير، وأمر صحيح. قد يكون ملفت بطريقة جدا سلبية تسيء لقيمنا ولأخلاقنا وتعاليم الدين الإسلامي والوطني. صحيح نعم. الآن صدقا هبة أني أنا ممكن أقتنع، ممكن إنه الإنسان قد أصابه من كثرة الأحداث الدموية أو من كثرة المشاهد المتواصلة والأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه قد أصابه تبلد أو مثلا عدم التفاعل بالشكل الكبير أو المطلوب، أو ممكن مثلا إنه كيف بدي أحكي، مع إنه دائما نقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي جملة إنه لا تعتادوا المشهد طبعا. لا تألفوا المشهد، كأنه تحذير إنه لا تعتادوا، مهما شفتوه بكثرة ما تعتادوا هذا المشهد، هذه المشاهد مش طبيعية أبدا، الوجع والدم والدمار هذا مش طبيعي أبدا. ومع ذلك ممكن إنه نقول من كثر ما شافوا ممكن إنه وصلوا، لكن إني أنا مش ممكن إني أستوعب إنه ناس ترجع لحياتها بالشكل الطبيعي هذا، يعني إنه بمظاهر ممكن لسه أكثر مما تتخيلي. يعني قبل أيام مثلا زي ما بيقولوها آيات حب وإظهار لهذه المشاعر بشكل في الأسواق وكذا، وغير ذلك الفرح والتزمير في السيارات في الشوارع، وأكثر من هيك ممكن المباريات وغيرها، وبينزلوا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوميات السفريات الطلعات وكأنه شيء لم يكن، وكأنه ما في مثلا ما في مشاهد تتمي القلب. فهون أنا يعني بدي أقول يعني إذا إحنا مستكثرين على أهلنا اللي بيعيشوا في هذه المعاناة، مستكثرين مع كل إحنا، إذا مستكثرين عليهم دموع ومشاعر، على الأقل نحترم مشاعرهم في الظهر في طبعا. الظاهر يعني على الأقل إنه نخفي هذه الفرحة اللي داخلنا أو السعادة اللي إحنا نخفيها عن الظاهر وعن مواقع التواصل الاجتماعي.
لذلك بقول هون خلينا نرجع لكل واحد مع يقف مع نفسه يرجع يمتحن وين إيمانه، لأنه إحنا حكينا إنه الإيمان إذا دخل القلب القلب يلين. فإحنا هون من الممكن يكون عندنا خلل في إيمان، نرجع لإيماننا، نرجع لقيمنا الاجتماعية، لقيمنا الوطنية وعلاقتنا في بعضينا. وإحنا دورنا أيضا إن نوجه رسائل، يعني هون بطلب من الجميع يوجه رسائل عن طريق مواقع التواصل وكافة المنصات، إنه نضلنا قلوبنا على بعض ونخفف من هذه المظاهر قدر الإمكان. نعم دكتور إسراء، أود التنويه بإنه يعني إحنا فعليا يعني ما بنقولش إنه حياتنا موقفة، إحنا مكملين وعايشين وناكل وبننام ويمكن نلتقي بأصحابنا وما إلى ذلك، لكن تبقى الأحاديث دائما حتى في هذه الجلسات تدور حول أهلنا وحول قطاع غزة، وإن يعني لم تكن هناك على الأقل يعني لا يكون هناك عملية توثيق أو إعلان أو إظهار لهذا المشاهد، فقط لتنويه الفكرة. لكن هناك سؤال آخر، هناك في أمن الناس اللي بتأكيد أشغالهم وأعمالهم هي بالأساس على منصات التواصل الاجتماعي، طبعا. وقد تكون هي بيع لمستلزمات تجميلية أو ملابس أو أي كان أكلات أو طبعا. هذا كيف ممكن أنه إحنا بالنهاية بالتأكيد هم بحاجة إلى هذا العمل، بحاجة عمل. إلى هذا العمل، لكن كيف يمكن ممكن أن يعني يواصلوا هذه الجزئية لكن بطريقة تليق فيها احترام فيها فيها احترام أكثر المشاعر، يعني ما تكون بشكل مثلا موسع كما كانت في السابق، لكن مثلا الأعمال تستمر، الحياة تستمر مثل ما تفضلتي هبة. يعني مثلا إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني مهما كانت الظروف والأحوال إحنا واجبنا كل إنسان يكون على ثغره وكل إنسان يواصل في عمله. بالعكس يعني إحنا هيك منضيف أصلا لما إحنا نكون عاطلين عن العمل أو نوصل لمرحلة اليأس أو مرحلة الإحباط وبدنا نترك الحياة، بالعكس إحنا هيك كنا عبء أكثر على المجتمع طبعا. وإحنا ساهمنا في انهياره أكثر. لذلك لا إحنا منقول إن نمارس حياتنا وعمالنا لكن مع احترامنا في أي عمل، احترامنا لمشاعر الآخرين احترامنا، يعني انه الانسان يبقى متصل مشاعره بمشاعر الاخر. نعم يعني كل الشكر الجزيل، يعني دائما بتعودين على هذه النصائح وعلى هذا اللقاء الجميل والمثمر. نشكرك جزيل الشكر دكتور اسراء دبيغ المختصه في الفقه واصوله وايضا الداعيه على وجودك اليوم معنا وعلى كل هذه النصائح الجميله والرائعه، شكرا جزيلا. حياك الله. نعم يعني كنا واياكم بمحطتنا الاخيره هذه نتحدث في هذا الجانب المهم والمجتمعي اللي هو يعني باعتبار مسؤولية مجتمعية كاملة يتشارك فيها الكل الفلسطيني العربي أو صاحب الإنسانية في هذا الخصوص، وبالتالي نشكر كل من كان وإيانا ضيفا في هذه الإطلالة، نشكر كل من كان وإيانا مشاهدا ومتابعا من الشاشة المحلية منصة التواصل الاجتماعي الفجر تي في دوت كوم ومواقع الموقع الإلكتروني.